حياتنا أيها الإخوة. ممكن الآن أن نمعن قرينة حتى في هذه الحروب الطائفية والمذهبية للأسف الشديد، كما قلت لكم مليونية في آخر القرن 15 الميلادي وبداية 16. برز رجل مجنون متأله شيزوفرينك أكيد، شخص غير طبيعي، ميجالومينياك بيرسن كما يقولون، متأله متربب، اسمه الشيخ إسماعيل ابن الشيخ حيدر، من نسل الجزل باش الذي عرف فيما بعد بالشيخ إسماعيل الصفوي. هذا الرجل ادعى وكان شابا صغيرا في العقد الثالث من عمره بعد 20، لأنه مات عن 37 سنة حين مات، حين هلك عن 37 سنة، دمر العالم هذا. هذا ادعى وكان خارجا في رحلة صيد أنه دخل كهفا فالتقى بالإمام المهدي، مهدي السادة الإمامية، التقى به حي نرزق، وأنه أمره وندبه إلى الخروج وإعلان الثورة والحرب على التركمان حكام إيران والاستعلام بالمذهب الحق، إمام مذهب إيه؟ الإمامية، مذهب أهل البيت، هكذا زعم. وخرج هذا المجنون وبدأ في المذابح وبدأ في الحروب، يقتل المخالفين بشدة لا تعرف الهوادة، يتقرب إلى الله بذلك. العلامة القاضي الشوكاني رحمة الله عليه، محمد معالي الشوكاني، في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، نقلا عن قطب الدين الحنفي في الأعلام قال: وقتل هذا الرجل ما لم يسمع بأن أحدا في جاهلية أو إسلام من قبله قتل مثله، قتل ألف ألف من النفوس البريئة، مليون، علشان يمهد لمذهب أهل البيت. هذا مذهب علي؟ هذا وهذا مذهب الصادق، مذهب الذبح والمجازر يا إسماعيل؟ هكذا أمرك المهدي؟ أنت تكذب أصلا، كذب، لأنه الرجل كاد يدعي الربوبية، كاد يدعي الربوبية. على فكرة تلاميذه ومجانينه كانوا يعملون على أنه رب. يقول قطب الدين الحنفي: كان مرة على رأس جبل فسقط منديله في ماء تحت فيه نهر أو كذا، فتتابع فوق ألف من أتباعه يرمون أنفسهم من فوق الجبل ليعيدوا إليه المنديل، فهلك أكثر من ألف نفس، تحطموا وتكسروا. شو من جنون هذا؟ رب يعني، هذا في شكل إنسان، هذا حل اللاهوت في الناسوت. لم يقل هذا هو بالحرف، ولكن هكذا كان يعامل على أنه رب يا إخواني. طبعا مثل هذا المجنون بهذا الجنون المنفلت من عقاله من أتباعه طبعا يذبح العالم، هذا مش فقط السنة، يذبح العالم. فهذا ذبح من المخالفين له طبعا أهل السنة أكثر من ألف ألف أو زهاء ألف ألف، مليون. ودخل هذا المعثر سيء الذكر أيها الإخوة، دخل إلى، وعلى فكرة الشيعة بالذات مذهب التشيع بعد إسماعيل الصفوي أخذ خطا آخر، أقول لكم الحقيقة، مش لأني سني أو متعصب، أنا لا أحد يتهمني أنني متعصب ضد الشيعة أبدا، أنا رجل أريد التوفيق أريد التوحيد، لكن أحكي الحقائق المرة، سواء تعلقت بي كسني وهذا اللي يعجب سني سنيا، وسواء تعلقت بإخواننا الإمامية وهذا اللي يعجب الإمامية، أنا لا يعنيني، أنا رجل أريد أن أكون باحثا نزيها، أبحث عن الحق الذي يرضي ضميري وأحاج به أمام ربي إن شاء الله غدا، هذا الذي أريده، وليغضب من يغضب وليرضى من يرضى، هذه الحقائق. لذلك الشهيد علي شريعة رحمة الله تعالى عليه، شهيد الشاه المجرم، عنده كتاب عظيم أدعوكم لقراءته، اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي، وغضب للأسف المتشيعون بالطريقة الصفوية من المراجع العلماء على الدكتور الفيلسوف علي شريعة من أجل هذا الكتاب، وحكموا بكفري وأنه زنديق. إيه؟ هذا زنديق، هذا دخيل، هذا وهابي، قالوا قال وهابي، قال اتهم بأنني وهابي، وعند الوهابية يقال هذا شيعي رافضي. أنا قضعت بين الطائفتين المتعصبتين للأسف الشديد، في الحقيقة لا هو وهابي ولا هو رافضي، هو مفكر إسلامي حر شيعي، مفكر إسلامي حر شيعي، يترضى على عمر علي شريعتي ويعتبره في واحد من كتاباته نموذجا للعدل، هذا أغضبهم جدا. يا أخي رجل عقل حر، وأبوه آية من آيات الله من حجج الله، كان عالما كبيرا تقي الدين شريعة رحمة الله عليه، نحب الإنصاف، تفتحوا، إسلامكم والله أعظم من كل هذه العنوانات يا إخواني، يا شيعة ويا سنة، إسلامنا أعظم وأجل وأكرم. كأن الإنسان بدأ الآن ييأس، يخامره اليأس أن هذا الإسلام كما يعرض قادر أن يقود الأمة وأن يحدث نهضة، صرنا يخامرنا خوف شديد أنه سيحدث مذابح. أنا أقول لإخوان الشيعة كما لإخوان السنة، فلنتق الله في أنفسنا،
يتقي الله في تركة محمد، يتقي الله في هذا الدين، في كتاب هذا الدين يا إخواني. هذه رسالة الخطبة اليوم. دخل الشيخ إسماعيل الصفوي بغداد أيها الإخوة، دخل بغداد قبل هلاكي بنحو 20 سنة. ماذا فعل؟ أول ما أظهر سب الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. هذا دينك؟ هذا مفيد ما شاء الله للأمة؟ هذا على المنابر لعنهم وسبهم. طيب، وبعد ذلك أيها الإخوة، أول ما دخل أيضا نبش، أمر بنبش قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ ما مشكلتك يا إسماعيل مع أبي حنيفة؟ أتعلم كيف مات أبو حنيفة؟ لكن بعد إيه أن نكمل، نبش قبره أيها الإخوة ودفن مكان الإمام الأعظم كلبا أسود، وقال أمر أميري، قال من أحب أن يقضي حاجته فليقضيها في قبر أبي حنيفة. نبش القبور. طبعا الحسين عليه السلام علم الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، كم مرة نبش قبره أيضا من سنية متعصبة كالمتوكل، وقبل 150 سنة وسوي بالأرض قبر الحسين عليه السلام. هذا هو، هذه عقلية المسلمين. تعرفون ماذا لا يمنعهم من الظلم؟ إلا العجز، كما قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي المعاصر لإمام الحرمين الجويني وعاصر محنة الجويني وابن الفرات وأبي سهل والقشيري عبد الكريم أبو القاسم القشيري، شاهد محنتهم وعاشة، كان معاصرا لهم، كان عصريا لهم. أبو الوفاء بن عقيل قال كلمة عظيمة أيها الإخوة، قال أبو الوفاء بن عقيل صاحب الفنون الذي قيل يقع في 800 مجلد، أقل ما قيل في 300 مجلد، علامة كبير، موسوعة حية في شكل إنسان. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: إني تأملت في الخلق فرأيت أنه لا يمنعهم من الظلم إلا العجز، لا أقول عامة، قال ما بتحدث عن عامة المسلمين، بل العلماء، حتى لو يعتب على عدنان إبراهيم، أنت تنبز، أنت تغمز علماءنا، تغمز قناة علماءنا. يا أخي الحقائق، لا تقول لي تنبز لا تغمز، أنا لا أحب هذه الكلمات، قل الحقائق فقط، انتهينا، ما عدنا نعبأ بهذه الألفاظ الشعرية الخالية الجوفاء. هذا ابن عقيل يقول، قال أنا لا أتحدث عن العامة، العامة معروفون ما شاء الله عليهم، العامة لا يستجيبون للاعتدال. أنا أقول لكم درس التاريخ، علم الاجتماع الديني، علم الاجتماع الثقافي يقول أيها الإخوة، العامة عموما تحب الغلو والتطرف، صدقوني معروف، هذا ليس كلامي، واصبروه واختبروه في التاريخ. العامة لا يحبون من يعتدل، يحب موقف الاعتدال، يحب موقف التوحيد، لا لا، يحبون التطرف، زنادقة، كفار، الله أكبر، صنوا عليهم الغارة، العامة بالملايين تحتشد وراء هؤلاء المجانين، يقودونكم إلى جهنم وبئس إيه المصير والعياذ بالله تعالى. هذه العامة، فنحن لا نعتب على العامة، العامة من العامة كما قال ابن خلدون، من العامة، لكن نعتب على العلماء، على القادة، على من يزعمون أن الله تبارك وتعالى استوثق منهم أن يبينوا. أي بيان؟ بيان تذبحون به أمة محمد، تفرقون هذه الأمة، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، النبي يقول، وأنتم تعملون على شرع وقوننة وتسويق وتبرير المذابح. اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله، تحرروا قليلا من أطماعكم، من الأجندات المكتوبة والمدفوعة يا أخي، والمحسوبة والمرسومة. إلى متى؟ يقول لا أتحدث عن العامة بل العلماء، فإني رأيت الحنابلة، وهو حنبلي، من إنصافه بدأ بطائفته، من إنصافه وجرأته في قول الحق ابن عقيل بدأ بطائفته. هكذا أنا أطلب من السني أن ينتقد السنة بالذات ثم يثني بالشيعة، وأطلب من الشيعي أن يبدأ ينتقد الشيعة بالذات ثم يثني بالسنة. هذا هو العدل، هذه الجراءة والجسارة، ليس شجاعة ولا بطولة أن سنيا ينتقد الشيعة وأن شيعيا ينتقد السنة، ليست بطولة، بطولة انتقد أخطاءك أولا ثم ثني بأخطاء غيرك. هكذا، لذلك نطالب نحن أن يوجد في دواوين إخوتنا الشيعة من ينتقد أيضا غلو الشيعة وتطرف الشيعة ومذابح الشيعة كما نفعل نحن بين أهلنا وأحبابنا من السنة. هكذا العدل. على كل حال، يقول ابن عقيل: فإني وجدت الحنابلة كانت أيديهم باسطة في أيام ابن يونس الوزير الحنبلي أيها الإخوة، باسطة، فتألبوا على الشافعية وآذوهم أشد الأذى حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة في الصلاة والقنوت في الفجر، وهما من مسائل الخلاف. يا أخي، يا أخي اتركني أعبد ربي كما إيه؟ كما انتحلت، كما أتقلد، أنا تقلدت مذهب الشافعي، اتركني يا أخي،
أجهر بالبسملة، ما المشكلة؟ أخلص البكاء، قال لك ممنوع، فمنعوا الحنابلة بقوة السلطة. ابن يونس هذا لا، بقوة السلطة أرهقوا الشافعية عنة أيها الإخوة، وساموهم الذل ومنعوهم من الجهر بهذه السنن البسيطة الميسورة يعني، ومن مسائل الخلاف. ثم أدال الله من دولتهم، ودالت دولة الأشاعرة، يعني جاءت النوبة للأشاعرة، دالت دولته يعني إذا قامت وقويت، ودالت دولة بعكس أدال منه ذهبت، ودالت دولة الأشاعرة في أيام نظام الملك، في أيام نظام الملك السلجوقي وزير ألب أرسلان، هذا كان مع الشافعية ومع الأشاعرة نفس الشيء. فتسلط الشافعية على الحنابلة تسلط الولاة والسلاطين، آذوهم وسعوا بهم أيها الإخوة عند السلطان، الوشايات والكتائب، التقارير مش من اليوم بس، هذا مش في القرن 20-21، تقارير المخابرات لا 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 من زمان، وبين المتعصبين مذهبيا السعايات والوشايات أيها الإخوة. يقول ابن عقيل ونبذوهم بالتجسيم، مجسمة يعبدون الصنم، يعبدون كذا، ليسوا موحدين، يعني تطريقا للقول بكفرهم، خرج الحنابلة من الملة، وهذه كارثة، هذه كارثة. قال فتأملت في حال الفريقين جميعا فرأيتهم كالأجناد، أبعد الناس عن العدل والإنصاف والعلم منهم العسكر، عسكر ما في عقول، هذه مظلمة فقط، يأتيه الأمر بالقتل فيقتل حتى لو أباه وأهله، شيء جنون. هذه شخصية على فكرة منزوعة الإنسانية، لابد على البشرية حين تنضج، مش المسلمين، البشرية، وهذا قد يكون بعد 1000 سنة 2000 سنة 10,000 سنة، لابد أن تصل إلى يوم تلغي فيه هذه المؤسسة أصلا، مؤسسة العام معسكر، مؤسسة غير إنسانية، تنزع إنسانية الإنسان باسم الوطن وباسم كله، كلام فارغ، يقتل أهله يذبح أهله يا أخي، بالأمس يحافظون على الثورة، اليوم يذبح، ما في مشكلة عنده، هذا كذا، هو عبد لكل من أمر، عبد لمن في دست الحكم وسدة السلطة. على كل حال قال وجدت أن أفعالهم كأفعال الأجناد، كأفعال يصولون في دولتهم، ما دام عندهم قوة يصولون بالظلم والقهر ويلزمون المساجد في بطالتهم. ولما يدير الله من دولتهم وتزول دولتهم ماذا يفعلون؟ يرخون اللحى، يفتحون المصاحف مثل وزراء الدول العربية ما شاء الله، الحكومات البائدة الآن في الزنزين والسجون، يفتحون المصاحف، يغرون عن أنفسنا، قال لك تكبيرة حارس، في الأدبيات الإسلامية يقول لك تكبيرة حارس، حارس مكبر ما شاء الله، يعني ما شاء الله محافظ على الصلاة في وقتها، هو كلام فارغ. ويلزمون المساجد في بطالتهم، ظلم شديد يا إخواني، ظلم شديد.